مرسي اتحس مرسي الى اقطع مرسي وسنين مرسي عايزه مني الله الفجر يدا ما يدا وانا مالي انت مالك ازاي انت ناسي ان ابوك هيخبط عليك دلوقتي ويعملك يقولك الصلاة يا مرسي هقول له مش قايل استريحت بقى طب اما نشوف الصلاة يا مرسي حاضر يابا فين ال عندك تحت السرير لو بقى تحت السرير ايوه السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله مالك يا مرسي؟ لا ولا حاجة هروح انام انا لا استنى استنى ما تحضر الذكر ذكر طب انا لما بعمل ذكر الصبحية بروح الشغل نفسي مقطوع جاي الصحيح بيبقى نفسك مقطوع انما صدرك منشرح وبالك مرتاح وسريرتك منفرجة بس سريرتك هتنفرج منين؟ بقول لك نفسي مقطوع ثم من الشغل بتاعنا عايز نفس بابا مش عايز سرير يلا امال وادع ربنا يرزقك الخلف الصالح احنا عاملين بنادع يابا ليل ونهار من يوم ما اتجوزنا ومفيش حاجه بتحصل وبعدين بقى فين ايمانك يا مرسي؟ ده ربنا سبحانه وتعالى قال ولا تيأسوا من رحمه الله استغفر الله العظيم معلش يابا الواحد بيغلفط من غلبه على فكره الدكتور اللي قلت لك عليه ودانا له مراتك من كام يوم وكشف عليها وقال ان ما عندهاش عيب يمنع الخلف وطلب يشوفك ويكشف عليك يعني انا بقى اللي معيوب مفيهاش حاجات وهي ازاي تروح للدكتور من غير ما تقول تيش انا بقى في البيت ولا ايه في الحقيقه يا ابني هي في الاول كانت مكسوفه ومش عايزه تروح لكن بقى انا وامك غصبنا عليها وبعد كده بينا احنا التلاتة كمان مكسوفين نقول لك مكسوفين مني انا يابا الظاهر بقى ان انا شخصية محترمة وليا مهابة حاضر يلا يا مرسي الله 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 يلا يا مرسي يا حبيبي قبل الاكل ما يبرد طب يلا فول ماله الفول يا ابني ده مسمار البط ايوه اما بس ما حدش بيتمسمر مرتين في اليوم والواحد اتهرم الصمير بصراحه مالي بس يا سي مرسي ما كل الناس بتاكل وانا مالي يا اختي الله الناس اللي بتعرفين بس هم اللي بياكلوا فول في ناس تانية بتفطر كافيار وسوسيس كمان مصيص في برضه يا ابني حد بياكل مصيص مصيص ايه ما تتبطرش على نعمه ربنا وافطر وقول الحمد لله وانت ساكت طب حاول ازاي وانا ساكت مش فاطر لا 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 خلاص خلاص يا حاج خلاص انا اللي هقوم مش هفطر عشان انا عندي الحصه الاولى ها السلام عليكم مع السلامه يا اخويا سي مرسي عايز ايه يا بدر؟ محفظتك يا سي مرسي وقعت مني بس سيبيها انا اللي بايدي راميها من فلاسه هو انا قلت حاجه غلط Thank you.
بدوس فرامل عشان كان الاتوبيس 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 ايه؟ الاتوبيس ايه يا عارف؟ يلا نازل المحطة جاي، جاهز نفسه، نازل المحطة جاي، جاهز نفسه. أنا عايز أنزل المحطة جاي بس مش عارف أعدي. ما تنزل يا أخي، أنت زي غيرك عامل لك إيه؟ الله عامل لك كفران يا أخي، عامل لك إيه؟ حصة النهاردة حصة مطالعة، أنا هقعد مكاني هنا. عايزكوا تطلعوا كتب المطالعة وكل واحد يطالع في سره، واللي حسمع صوته يطلع هطلع روح. مفهوم؟ بيتك يا مرسي. مرسي يا مرسي يا مرسي. ايوه مين؟ صباح الخير. خير منين بس يا اخي؟ خير منين بس يا اخي؟ خير مين؟ يا مرسي اسمعني يا مرسي. ايوه مين؟ حصل ايه يا اخي؟ في ايه يا مانع؟ الله، فاتح صوتك على الرابع اكنك بتدرس لمدرستنا والمدارس اللي جنبنا. خلاص يا سيدي اطمن، حولت الصوت عشان تستريح، وبكره الصبح وانا جاي هدور لك في البيت على مخده والحاج زياده عشان تمدد رجليك براحتك. مادد الدور. معقول كده؟ معقول؟ كل 45 دقيقة تكرم 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 تكرم، فصل فوق وفصل تحت. مش فاهم انا، مش فاهم ليه ما يمسكوش المدرس فصل واحد من اول النهار لاخره عشان يعرف ينام براحته. احنا جايين المدرسة عشان ننام يا سيد. امال جايين نلعب؟ يا برودك يا اخي، في اولاد جايين يتعلموا. احنا رفضنا نعلمهم يا مرسي. هتعلمهم ازاي اذا كنت جاي المدرسه تنام؟ جاي المدرسه انام؟ هنعلمهم في بيوت دروس خصوصيه يعني؟ امال فاكر ان انا ممكن اتكل على مرتب الوزاره؟ ده مرتب الوزاره ده وحياتك يا مرسي يا اخويا ما بيكفيني يوم واحد شبران. طب والاولاد واهاليهم ذنبهم ايه؟ وانت فاكر ان انا بدبحهم؟ لا، ده انا ارخص مدرس خصوصي في المنطقه. طب تفتكر انا بدي الحصه بكام؟ بكام؟ 199 قرش ومدتها ساعة كاملة، ويا دوب 10 12 تلميذ كلهم مع بعض، وغايته 5 ساعات في اليوم. لا ده انت تعبان بشكل. المصيبة بقى انهم فاكرين ياما هنا ياما هناك. بقى بتكسب 120 جنيه في اليوم ومش عايز الناس تتكلم. سبحان الله في امرك يا اخي. طب ما الدكتور بيكسب 200 300 جنيه في اليوم وهو بتاع جامعة وانا بتاع جامعة.
لا يعني بقى المساله اهل وزمالك بقى. التدريس رساله ثقافيه. طب ما هو الفن رساله فنيه، والطب رساله طبيه، والسمكري والميكانيكي رساله تصليحيه، وكله بيقول يلا نفسي. هتيجي انت فيها بقى بتعمل لي بتاع بقى. يا ابني الواحد لازم يكون عنده ضمير. ماشي حاجه، بس ما يجراش يعني ان الواحد يعمل شويه تنازلات والمركب تمشي ونبقى اخر تمام. علي النعمه، ابويا لو سمعك بتقول الكلام ده لبعت لك القرفه بتاكس على حسابه. والدك ده دقه قديمه، ما هوش عارف الدنيا ماشيه ازاي دلوقتي. اللي يسمع كلام والدك ده مش هياكل غير فول مدمس. الله يخرب بيت الفول المدمس. بتجيب لي زيت الفول المدمس ليه؟ السلام عليكم. انا مروح. استنى استنى، انا كمان خلصت جدول الحصص بتاعتي وهروح. استنى بقى عشان خاطرك هوصلك بعربيتي الجديده. يخرب بيتك، انت جبت عربيه جديده؟ ده غير التاكسي اللي شغال عليه المدام. مراتك شغال على تاكسي؟ اه ملك. اهلا اهلا يا منير بيه. اهلا بيك على يا سيدي. متشكرين على ال على ايه يعني؟ ده اقل من الواجب. رايح فين يا مرسي؟ انا خلصت جدولي ومروح. مروح فين يا سي مرسي؟ استنى، احسن الاستاذ عوض غايب النهارده وعنده ثلاث حصص لازم تديهم بداله. يا حضرة النظم، من اول السنه نص المدرسين ما بيجوش، وانا اللي بدي حصصه لما الواحد انتهى تدريس. اما مصيبه والله، انت كمان هتتدخل في المسائل التنظيميه بتاعت المدرسه يا مرسي؟ لا بس مش كل الشغل عليا، يعني يبقى حبه كده وحبه كده. الله، وبعدين يعني انا عندي دكتور دلوقتي لازم اروح. هو الدكتور هيطير؟ اتفضل يا بندي شوف شغلك وما تعطلنيش، ورايا تقارير سريه بكتبها عن المدرسين. اقول انا بقى السلام عليكم يا حضره الناظر بقى. مع السلامه يا سعاده البيه، والف مبروك على السياره. الف مبروك والله، ده منوره امام المدرسه. يلا يا مرسي. يقطع مرسي وسنين مرسي. هو كده يا تشرب يا تقوم. مع السلامه. خلاص اقوم. اما غريبه قوي، الناس عايزه تقعد سفلقه. كله لله زينهم، الراجل يمكن يكون تعبان وجراح شويه. يا استاذ مرسي، يا استاذ مرسي، انا ورايا مصاريف، ولو فتحت القهوه مجاني هتخرب بيتي ومش هقدر اعيش. قلم هتنقط بعض على الفلوس. يمكن هم اللي صح وانا اللي غلط، ولا ايه الحكايه؟ مش فاهم. ابويا جاي دلوقتي يقول لك القناعه كنز ولا يفنى. الله، قاعد هنا يا مرسي واحنا مستنيينك في البيت. انا لسه يا دوب جاي يابا. وايه اللي اخرك لدلوقتي؟ خرجت من المدرسه رحت على الدكتور على طول زي ما قلت لي. اه خير، طمني. قال لك ايه؟ خد مني شويه دم وحاجات كده، وقال لي عدى عليه بعد ما يحللهم. اللي فيه الخير يقدمه ربنا. طب يلا يلا قوم دلوقتي روح عشان تلحق تاكل لك لقمه. انا مش عايز مسامير تاني. اطمن يا سيدي، النهارده مفيش فول. امك عامله لك حله عدس، انما ايه؟ والاختراع اللي اسمه لحمه وفراخ ناويين تقطعوه كتير. عيب يا مرسي، احنا قاعدين على القهوة. مش انت اللي بتنكشني يابا؟ طب يلا قوم. قوم، امال بلاش دلع. ما تنساش، ولاد الجيران جايين لك النهاردة عشان تديهم دروس التقوية زي العادة. خلاص، بطلنا الدروس المجاني. بعد كده اللي عايز درس يدفع، الحصة ب 199 قرش. كلام ايه ده يا مرسي؟ عايز تتاجر في العلم يا ابني؟ هو كده. وفي المواسم والأعياد الرسمية الحصة تضعف على طول. يا ابني دول ولاد جيرانك، والنبي وصى على سابع جار. وقتها ما كانش فيه سباك بياخد 5 جنيه كشف على الحنفيه، ولا مكواجي بياكل القميص بشرد، ولا واحد قهواجي بيبيع لك شويه ميه حمراء في كوبايه بسبع ساغ يقول لك عليهم ده شاي. زمان غير النهارده يابا. اياك اسمعك تقول كده تاني. النبي عليه الصلاه والسلام قال: الخير في وفي امتي الى يوم القيامه. وربنا سبحانه وتعالى قال: المال والبنون زينه الحياه الدنيا، يعني قدم المال على البنون يابا. وقال كمان: والباقيات الصالحات خير عند ربك. طب وفيها ايه لما يبقى المال والبنون والباقيات الصالحات، دنيا واخره؟ استغفر الله العظيم. انت يا ابني عايز تعاند نصيبك ورزقك في الدنيا؟ ده القناعه كنز لا يفنى. وحياه النبي انا كنت عارف انك انت هتقولها. انا بصراحه مش عاجبني تفكيرك اليومين دول. يا بغتنا في الامر ان انا عايز اعيش زي بقيه الناس ما عايشه. يا ابني ما احنا عايشين زي احسن ناس في الحته. انت مش شايف الحته بتاعتنا بس، انما انا شايف حتت تانيه كتير، حتت واسعه فيها عمارات وجناين، والعمارات فيها شقق واسعه، فيها حمامات، فيها بانيو ناس بتستحمى فيه، مش طشته صفيحه ميه بتغلي، وبور جاز وكوز عمال تعبي وتطلع فوق، الواحد وسطه اتقطم من الكوز. بصراحه الكلام معاك بقى يغم.
انا هي مروح، ولما يجي لك مزاجك يبقى حصلني. استغفر الله العظيم. لحقت تزعل وتحمرق يابا؟ يلا انا هقرف نفسي ليه؟ على راي الواد منير هعمل مصلح اجتماعي لوحدي؟ عم بقى انا مالي؟ على النعم انتوا عالم فقر، طول النهار نازلين شد في انفاس، لا انتوا حاسين بالعمر اللي بيعدي ولا هتبطلوا الانفاس. لو سمحت، لو سمحت حضرتك، خمسة لو سمحت. ما تعرفش بيت الست النبوية بتاعت الزهر؟ الست النبوية بتاعت الزهر؟ اه. هنا هو آخر بيت على الشمال في البدرون. طيب شكرا. يلا يا نادي انزلي قولي لها خليها ما تتأخرش. هنا؟ اه. أنا بتهيألي شفت حضرتك قبل كده. وأنت كمان، شكلك مش غريب عليا. بتقعدي على قهوة بعرة؟ لا، أنا ما بقعدش على قهاوي. بتروحي عند الحاج ربيع بتاع الكفتة؟ أنا ساعات بعدي من قدامه. أيوة افتكرتك. كلية الآداب جامعة القاهرة. الله. أنا برضه كلية الآداب جامعة القاهرة. أيوة، حتى بالأمارة كنت مشهور بأنك الصمام. سلوى. أيوة، أنت اسمك سلوى. ايوه فاكره لما غششك في الامتحان وكنت هروح اوامطه؟ صح فاكر. بس انت تتغيرت قوي. يعني ايه؟ بقت حلوه ولا وحشه؟ وحشه ايه؟ ده انت كنت اجمل بنت في الجامعه. الله. قالوا انا عمال اقول له شفتك على قهوه بعره وعند ربيع بتاع الكباب، الواحد ذاكرته بقت نيله. انما انت بتشتغلي سواق على العربيه دي؟ سواق ايه؟ دي عربيتي. عربيتك؟ اه، عندي اتنين غيرها. اتنين؟ ما شاء الله. ازيك يا سلوى هاني؟ انما ما قلتليش يا مرسي، انت دلوقتي بتشتغل ايه؟ انا بشتغل في التربيه والتعليم، مدرس تاريخ من تحتمس وطالع. تحتمس؟ انما انت اشتغلت ايه بعد ما اتخرجتي من الجامعه؟ يعني تقدر تقول برضو في التدريس. مدرسه؟ لا، نظره. ما شاء الله، ترقيتي بسرعه كده. انا اصلي عامله مدرسه خصوصي. عفارم عليك والله. مفيش احسن من اعمال الحره. هو كده. تعرف يا مرسي، فكرتني بايام الجامعه الحلوه. ابقى خلينا نشوفك. اجيلك النهارده؟ بس بعد الساعه 8 بالليل. انتوا بتشتغلوا بالليل؟ ما هو ده احسن وقت للتدريس. يا ده على كده الاولاد بيتعبوا قوي. انما الحصه عندكم برضو ساعه زي حصصنا؟ لا، احنا عندنا الحصه حسب قوه التلميذ. اه، ده اكيد بقى نظريات اوروبيه جديده ما دخلتش في المدارس الحكوميه عندنا. اما تيجي هتشوف بنفسك. طب ممكن العنوان لو سمحتي؟ اه. خلاص يا روحي، الست النبويه جاهزه وهتيجي في الميعاد مظبوط. طب كويس. باي باي يا مرسي. طب المدرسه اسمها ايه؟ مدرسه الاخلاق الرفيعه. رفضت الجاكيت يا بتعه؟ امال يا سيمارسي، طبعا نفضتها، ده انا نفضتها وكويتها وخليتها زي الفل. طب لبسها لي. من عينيا الاثنين. بس لو اعرف الضيافه دي كلها على فين؟ اقول لك وافرحك يا بت. قول يا اخوي. زميل قديم ليا فتح مدرسه خاصه، حالته بقت فوق قوي قوي قوي. طبعا هو مقدر كفاءتي من زمان. ها، وبعدين؟ قابلني امبارح الشعلق فيا، عزمني عنده ليله دي. طبعا انا عارف انه عزمني ليه، بالرغم ان هو ما قاليش. ايه ليه؟ عايز يضمني لهيئه التدريس طبعا. اه، عشان يضمن نتائج عاليه. يا ستي، انت عايز تسيب الحكومه يا سي مرسي؟ انت هتعملي فيها زي ابويا؟ بتاع ده انفتاح. ها؟ انفتاح. انفتاح يعني ايه يا سي مرسي؟ انفتاح يعني فتحي مخك عشان ربنا يفتحها عليك. والله ما انا فاهمه حاجه. انا عارف انك انت مش فاهمه حاجه. يا بنت بالراحه، انت جاموسه. بصراحه يا سي مرسي، انا كمان مش موافقاك. ما انت اصلك فقريه. اه، نشات وترعرعت في انغدار مش انفتاح. اوعى يا سي مرسي، انا كان قصدي اقول لك. قصدك بلانيله. اجري هات لي ازازه كولونيا ولغمطيني. عايز اتلغمط كولونيا، عايز ريحه تجيب وابور الميه. وبعدين معاك يا ابو مرسي، في حد يزعل من ابنه يا اخويا؟
اصلك ما سمعتيش كلامه معايا على القهوه كان ازاي. مرسي طيب وابن حلال وفوق كده بيحب يتدلع عليك شويه. انا كمان بحبه وخايف عليه، خايف الشيطان يركبه ويسيطر على افكاره. ايه الكلام اللي بتقوله ده يا ابو مرسي؟ بقى مرسي المتعلم المصلي ابن حلقه الذكر. الله، ابنك في شيطان يقدر يركبه؟ وامتى اخذ الشيطان وروح كل وياه؟ دلوقتي يتبطر على النعمه ويقول دي مش قد المهام. لا يا اخويا، لما يعرف ان عندنا منبار وسخن وعمار هيجي جاري. ده مرسي ابني وانا عارفاه. يا ربنا يهدي يا ام مرسي. لسه زعلان مني ابو مرسي؟ ها؟ ده انا ابنك يا حاج حبيبك، ده انا مرسي. ساكتة ليه يا ماما؟ ما تقولي له حاجة. بقى معقول يزعل منك يا طنايا؟ ما تقولي له، لا بيكلمني ولا بيعبرني قدامك اهو. خلاص بقى مش كده يا حاج بقى. يا صلاة النبي أحسن، إن شاء الله يا رب ما تتحرموا من بعض أبداً. هروح بقى أحمر لك المنبر. منبر؟ منبر منبر؟ آه. الله، زفر يعني؟ ما حطيتلك صوابعك ورا. الله، أنتوا أكيد ورثتوا حد من العيلة، بس هتورثوا مين؟ عائلتنا واقعة كلها، كلهم ماشيين على قناعة كنز ولا يفنى. سامع كلامه يا أم مرسي؟ يا أخويا بيهزر وياك يا أخي. يا لهوي يا لهوي. إيه؟ يا لهوي يا خالتي الحق إيه؟ في إيه؟ المنبر اتحرق مني على النار. يا لهوي. سخان الفول يا بتعة. شفت الحظ المرعب؟ مكتوب علينا المسامير يا جدع. الأخلاق الرفيعة؟ لا، مدرسة الأخلاق التخينة. وفي أخلاق تخينة برضو. الظاهر غلطت في العنوان يا فندم. طب يا سعادة البيه مفيش مدارس جنبيكوا هنا؟ مدارس إيه بقى اللي جنبنا؟ ما تتكلم عدل. ما أنا يا فندم بتكلم عدل، صدقني بتكلم عدل. أنا بسأل على مدرسة الأخلاق الرفيعة بتاع سلوى هانم. سلوى هانم. دم خفيف. اتفضل. كده بقى نبقى صح يا فندم. صورة المديرة بتاعت المدرسة. اتفضل. يظهر بقى إن حضرتك بتحب تهزر دايما. لا يا فندم ولا بهزر ولا حاجة، بس أصلكم مش حاطين يافطة بره يعني. لا، التلاميذ بتوعنا بيعرفوا العنوان من غير يافطة. بالتعود طبعا. أيوه بالتعود. أهلا يا مرسي. أهلا سلوى هانم. أهلا. إزيك يا مرسي؟ أهلا وسهلا. اتفضل استريح. تشرب ايه يا مرسي؟ كازوزه من الحجم الكبير لو امكن. من عناية. ظريف قوي سعاده البيه. بمين؟ ده عباس السفراجي. سعاده البيه ده سفراجي؟ ده لابس احسن من الناظر بتاعنا. سيجاره يا مرسي؟ لا يا فندم ميرسي، ما بدخنش. بالمناسبه حضرتك كنت عايزه الست النبويه بتاعت الزار ليه؟ عشان تعمل زار طبعا. حضرتك عليك عفريت؟ لا ابدا. حد من اصحابك يا فندم عليه عفريت؟ ولا حد من اصحابي. طب بدل ما حدش عليه عفريت، امال يعني عايز الزار بمناسبه ايه؟ بتسلى. حفله ترفيهيه يعني للمدرسه. برافو عليك، اهو ده احسن تعبير علمي للموقف. مش كده؟ لا، ما انت عارفاني بقى، طول عمري ذكي ومفتح وجاهز قوي يعني. وتعرفي ستي كمان يا سلوى هانم، لما تعملي حضرتك الزار قدام الاولاد ويشوفوه هيعرفوا ما سووا وهيكرهوه. ده احسن كتير من الشرح النظري، صدقيني احسن كتير من الشرح النظري. نعم يا حبيبي. سعدت بيه اتفزعني اول ما دخلته، افتكرته. البيه دمه خفيف قوي.
سقطت الجزء تفرجي. حقيقي انا مبسوطه قوي عشان شفتك يا مرسي. طب يا فندم بدم كده بقى، انا مستعد اسيب الحكومه واضحي بالوظيفه هناك وانضم لهيئه التدريس هنا عشان تبقى مبسوطه على طول. ها قلت ايه؟ بس التدريس هنا شغلانه عايزه مواصفات خاصه. انا جاهز يا فندم، ما يغركيش مظهري المتواضع، كل شيء ممكن يصلح. قلت ايه؟ طب سيبني افكر. طيب عقبال ما تفكري على مهلك الاقيش هنا حته هاديه. ليه؟ عايز اصلي المغرب عشان العشاء قربت، وحرام برضه الواحد يجمع فرضين، حرام. طب يا سيدي تعالى ورايا. انا وراك يا فندم. وراك طبعا. ايه الحكايه؟ بتكلموا جد ولا ايه؟ مالي؟ ها؟ مفيش اهدى من هنا. لا ده كده تمام قوي. بس ما عنديش مصليه. لا انا معايا منديل هصلي عليه. طيب عن اذنك. ربنا يبارك فيك. يا سلام يا سلام، عامله اوضه نوم في المدرسه عشان تبقى تنقع عملها ليل نهار. طبعا هو النجاح ده بيجي بالسهل من كده. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم تكن معنا ولا تكن علينا. اللهم تكن معنا ولا تكن علينا. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. اللهم انا لا نسالك رب القضاء ولكن نسالك اللطف فيه. صلاح تنفع في مكان زي ده؟ قول يا عباس بيه. تحت امرك يا مرسي بيه. مفيش حته غير الاوضه دي الواحد يصلي فيها. نعم صلي. ايوه صلي زي كل الناس ما بتصلي. كل اوض النوم اللي في البيت فاضيه، افتح اي اوضه وخش صلي زي ما انت عايز. بس والنبي بقى دعوتين ليا لله كده. ربنا يكرمك. الله يخليك. ربنا يكرمك. الله يخليك يا مرسي بيه. هو النوم ايه؟ يا عامله مدرسه داخلي ولا ايه؟ نهايته صلي هنا وخلاص. البيت ده مش نافع فيه صلاه خالص. صلي في الحمام. مساء الخير. مساء الخير. فهمي بيه. ازيك؟ مساء الخير. اهلا بيكم. اتفضلوا اتفضلوا. ازيك؟ معقولة؟ ده انت وحشنا قوي والله. مرسي بيه. حضرته يبقى فهمي بيه، رمزي بيه، وسالم بيه. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. مساء الخير. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اتفضلوا يا جماعة، البيت بيتكم. اتفضلوا اتفضلوا اتفضلوا. دول ما شاء الله أولياء أمور، مش كده؟ أولياء أمور جدا. واقف لوحدك ليه يا جميل؟ ما تنضم على القعدة. أضم مين يا عبس؟ ما شاء الله ناس اكابر ومحترمين اضم بينا. انا اروح فين في وسط العالم دي؟ مش قوي يعني. مش قوي ازاي يا جدع؟ ما توديش نفسك في داهيه. يا نهار اسود. انت عارف الراجل اللي هناك ده؟ هو واللي وراه كل يوم صورهم بتطلع في الجرايد. عارف الراجل اللي وراهم بقى؟ ايوه شايف. في راجل، في راجل وراهم. ده اللي بيطلع في التلفزيون بيقص اللي. يا مرسي يا مرسي بيه. نعم يا مرسي بيه. ياكك انت الشرب بس يبتدي، الطاسه تسخن الكل يبقى واحد. يا سلام. عشان كده بقول لك بطل بقى الكازوزه الحجم الكبير بتاعتك دي، خد لك كاس. طاستك تسخن تبقى في الواحد تمام. بس ده يبقى حرام يا عبس. يوم يوم في العمر يا مرسي بيه. على رايك. يلا وبيني وبينك.
انا عامل حسنات تكفيني 20 سنة قدام. اي واحد اللي يعجبك حلاوته هو ده. طبعا اذنكم املى كاسي وارجع لكم تاني. اهلا بيك يا فهمي بيه. الله، هو انت غيرت رايك او هتشرب؟ لا، هو اصل في الحقيقه الاخ عباس بالسفرجي هو اللي لح، فانا انكسفت مع اني يعني حاسس ان انا في حرج الحقيقه. حرج ليه؟ بس المفروض برضو الواحد ما يشربش قدام اولياء الامور. ما هما كمان بيشربوا. اه معلش، بس هما معازيم، انما احنا المفروض اعضاء هيئه التدريس، لازم يكون عنوان للمدرسه برضه. وبعدين معاك يا مرسي، انت هتعلق على حكايه المدرسه دي على طول؟ مش فاهم. مفيش مدرسة ولا يحزنون. امال الأخلاق الرفيعة دي تبقى إيه؟ هي اللي أنت شايفها دي. ممكن توضيح لو سمحتي. هقول لك إيه بس؟ لما قلت لك إن عندي مدرسة كنت بهزر زي ما كنا بنهزر أيام الكلية. يا خبر أبيض. طب والله العظيم أنا صدقتك في الأول. أنا الآخر أول ما جيت قلت مدرسة إيه يا أخويا اللي ما فيهاش حوش عشان الأولاد يعملوا تحية العالم. شفت ازاي؟ ايه هو الشغل بالظبط؟ تقدر تقول اني صاحبة مؤسسة للعلاقات العامة. يعني اعمال حرة وانفتاح، اللهم صل على النبي. طبعا. ايه هو المؤسسة يعني متخصصة في ايه بالظبط؟ يعني علاقات تجارية، عمولات، استيراد وتصدير، يعني حاجة زي كده. يعني تقدر تقول ان انا اساعد في العملية من دول واخد نصيبي وانا مستريحة. الله الله، هو ده الشغل، هو ده الشغل الحقيقي، اللهم صل على النبي. ويا ترى حضرتك عملت المؤسسة دي عن طريق هيئة الاستثمار؟ لا، عن طريق هيئة الصرف الصحي. عن طريق هيئة الصرف الصحي؟ طب والله العظيم عبيط، لو كنت عملتيها عن طريق هيئة الاستثمار كنت اتعفيتي من الضرايب 5 سنين. منور يا استاذ تحكمس. سلوى يلا يا روحي، الست النبوية جاهزة والزهر كمان جاهز. ياكك انت بقى تشرب الكاس ده؟ ما تشوفش خالص، انت عايزني ابقى ضرير يا جدع، ده انا اللي لفرت في الدنيا. ما تشوفش احسن، تستريح. يلا على رايك. هو ده الكلام، حلاوته. لعبت. بص. ايوه كده حلاوته.
العالم ريحت اخر تريح. يا استاذ كباس. عباس يا استاذ مرسي. عباس. ايه؟ عباس. عباس مين بقى؟ ده انت طلعت كباس ونص. انا بقول لك في غلط حصل في القعده. ازاي؟ الناس اتلخبطت على بعض. الله. بص الست اللي هناك دي كانت داخله مع الراجل اللي هناك ده. فهي قاعده مع واحد تاني غير الراجل. يا نهار اسود. دي بتقبله. الله 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 الله. ايه يا استاذ مرسي؟ الراجل اللي كان معاه بيقبل في حته تانية. نهار اسود. احنا مالنا؟ احنا مالنا ازاي؟ روح قول لهم لا الغلط يزيد وتبقى مصيبه. هم مبسوطين كده. لا شيخ. العشه ادانت عشه ايه بس يا استاذ مرسي؟ احنا خلاص على وش الفجر والعصفور قال سو سو. يا خبر ابيض. طب خد بايدي بقى خلينا اروح. ماشي. قبل الكلاب ما تقول هاو هاو. يا ست سلوى فين؟ عشان عايز استاذن منها. لا يا ست سلوى مشغوله جدا، عندها اجتماع عمل. اجتماع عمل على وش الفجر كده؟ احنا بقى شغلنا ملوش وقت يا استاذ مرسي. طب انا همشي انا. طب. ولو سالتك عني. طيب. لا مرسي زهق. السلام عليكم. مع السلامة. مع السلامة يا أستاذ جابك دلوقتي يا بتعة؟ بتعت مين يا فندي يا متكاسل يا متكاسل؟
حضرة الظابط على حضرة الناصر. لا ما انا هفهم حضرتك، اصل الموضوع انت عارف. وحامي كمان يا فندي. يا فندي بحافي ازاي؟ ما الجزمة ما هي ده تسيب يا استاذ، وهتعرف نتيجة اعمالك دي بعدين. اسمع. ايوه. وريان افندي مدرس التربية الرياضية جاي النهاردة وعنده حصتين، انا عايزك تنطط للعيال شوية. بس انا صحيت على قدي وانت عارف قدراتي الصحية يا فندي. اسمع يا فندي، انا مش فاضي، انا ورايا تقارير سرية بكتبها عن المدرسين وعايز ابعتها المنطقة. نطط للعيال شوية. هوب هوب وا اي وا اي وا اي هوب هوب وا وا يلا وا اي وا اي هوب هوب وا اي وا اي هوب هوب. يا عيني يا عيني على الصحة والشباب. صحة ايه بلا نيلة؟ ده الواحد نفسه اتقطع. اه فعلا، وشك مخطوف ولونك مخطوف كده من اول الصبح. اه ده من السهرة بتاعت امبارح. اصل انا سهرت سهرة انما ايه، حاجة كده من بتوع ألف ليلة وليلة. والنبي. اه طب احكي لي احكي لي بقى، احكي من المواضيع دي بتطربني وتشجيني. لا بس لما اخلص الحصة لا يكون نظم رايبنا ولا حاجة كده. اه طب وانا بوصلك بعربيتي؟ ها اه؟ ابقى احكي لي على كل حاجة. انا ايه؟ انا مستنيك. انا ايه؟ يلا انت اهو. هاب 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 هاب. معقول اللي بتقوله ده يا مرسي؟ والله زي ما بحكي لك كده. يبقى اتفتحت لك طاقه القدر. ليه القدر تفتح لي عشان سهره زي دي؟ يا بني ادم خليك على مستوى الموقف. موقف ايه؟ من خلال ست زي دي ممكن تنقلك مدرسه مستريحه فيها تلامذه متريشين بياخدوا دروس بالعمله الصعبه. اه او ممكن تكلم لك حد ينقلك مدرسه جنب البيت على الاقل تترحم من بهدله المواصلات. بشرفي انا لو مكانك وبمعرفه زي دي ممكن ابقى ناظر مدرسه في اسبوعين. طب واقف هنا ايه؟ مش مروح؟ لا هطلع عند واحد دكتور في العماره دي. دكتور ايه؟ سلامتك. لا ده عشان والدي بيعمل عنده تحليل، هطلع اطمن عليه. سلام عليكم. للاسف عدم الانجاب منك انت يا مرسي. بالله ازاي يا دكتور؟ بلا كويس قوي يعني كويس. دي حاجة ودي حاجة. طب والعمل؟ أنا ممكن أبدأ معاك علاج من دلوقتي، لكن لازم يكون مفهوم من الأول إن العلاج ده هيطول شوية، وأنا ما أضمنلكش النتيجة. ويا سيدي خليها على الله. طيب لو شفت والدة دكتور ما تبقاش تجيله سير عن الموضوع ده. أنت عارف كل أب في سنه نفسه يبقى جد. اطمئن، ده هيفضل سر بينا وربنا يقدم فيه الخير. وبعدين بقى يا مرسي انا مش عايز احس بانك متضايق. غصب عني يا دكتور العيشه بقت غل، لا مال عين ولا بنون محصرين. نايته انا هشيلها جنب ليه. السلام عليكم. مساء الخير يا عز. اهلا يا استاذ مرسي. يا ترى الست سلوى موجوده؟ ايوه موجوده. اتفضل اتفضل. دقيقه واحده ساعه البيت هديها قبل. الله، محمود المليجي. نعم يا استاذ. حضرتك الاستاذ محمود المليجي؟ استاذ محمود المليجي الممثل. انت قوي سينما؟ ابدا، ده انا حتى ما رحت السينما من ايام ما كنت في ثانوي. انما ايه اللي خلاك تفتكرني محمود المليجي؟ إيه قعدة حضرتك كده والقبهه اللي حضرتك فيها والحته دي اصلها كمان زلحه، يعني ما فيهاش شبه الاستاذ محمود المليجي في فيلم هذا جناه ابي. بس المليجي ما كانش في الفيلم ده. انا شفته وفاكره كويس. اه يبقى لازم فيلم هذا جناه امي. ومفيش فيلم بالاسم ده خالص. يبقى فيلم هذا جناه اخي. هو الفيلم انا فاكره ان كان في حد بيجني على التاني يعني. وزي الاستاذ فايز شوقي بتشوفه حضرتك. فده ما طلعش المليجي على الله يطلع شخصيه مهمه في التربيه والتعليم. ساعدنا في الحكاية.
اهلا وسهلا. اهلا يا دكتور. دكتور يا نهار اسود، ده تكون عيانه. انا عارف حظ المنيل، كان ازاي الحلاوه امبارح. المره دي انا اللي هقول وانت اللي هتسمعيني. ارجوك تقدر ظروفي، في استحالة اني احتفظ بالطفل يا دكتور. يا سلوى هانم، بكل اسف اي عملية اجهاض فيها خطورة على حياتك وانا مستحيل اعملها، وما تنسيش ان انا حذرتك كتير قبل كده. طب والعمل؟ والله الحمل لازم يكمل. انا امل كبير فيك يا سلوى هانم انك تساعديني. انا وقعت من السماء وانت استلقيتيني. معقول؟ معقول برضه. مفيش مانع الواحد يدعي لها دعوتين، ويا سلام بقى لو اتحمق في وسط الكلام وادمع، عينيا ترغرغ بالعياط وتنزل دموع، ساعتها هصعب عليها، هتاخدها الشهامه وهتعمل اللي انا عايزه. حلو حكايه الدموع دي، تنزل دمعتين. اي حاجه انا في عيالك. سلام عليكم. مع السلامه. دقيقه واحده، حد خبر للهاني. ازاي يا خلف؟ زي كل الناس ما بتخلف. هكتبه باسم مين؟ هي دي ليكي حق برضو، مش حلوه شويه. بقول ايه يا روحي؟ ما تجربي تاني مع فهمي بيه، ولا رمزي بيه، ولا فوزي بيه. اصل فوزي بيه ده طربش قوي، يمكن رجله تيجي. يا اختي قومي تلحلحي كده، شوفي حد من البهوات، يمكن ربنا يكبر بخاطرنا ونلاقي لك حد يتجوزهولك. وبعدين معاك يا نرجس، احنا هنهزر؟ راجل من دول ما دام طالع لوحده مستحيل يتجوزها. يا سلام، يا بس ستات زينا واكتر مننا وبرضه بيتجوزوا. بس بيتجوزوا مين؟ بلطجية يا اما مغفلين مش عارفين حقيقتهم. حيا مدام. ايه يا عباس؟ بص يا فندم، بتاع امبارح قاعد تحت شوية بص تلاقي قاعد عدل، وشوية يكلم نفسه. يوه يا عباس، وزعه بأي حجة. حاضر من عينيا. أنا مش رايقة له النهاردة. عينيا. استنى يا عباس. أستاذ عباس لو سمحتي. جرى إيه عبس؟ عبس معلش. بقول لك إيه؟ إيه؟ هو ده الجدع بتاع تحتمس. تحتمس؟ او النبي بينه هو، اصله شكله اسدي. طب كويس، خليه يستنى تحت. سلوى نزلوا حالا دلوقتي. انا يا جميل. تقول ايه يا نرجس؟ بشرفي اللي ما حلتيش غيره. انت بنت حلال بصفيه وهم جدعيانك. ادي كل حكايه يا سلوى هاني. قول لي يا مرسي، انت ليه ما بتديش دروس خصوصيه وتزود دخلك زيك زي غيرك؟ في الحقيقه يا سلوى هانم، أنا فكرت كتير في الحكاية دي، بس رجعت تاني استحرمت. تعرف يا سيادتك العيشة زي ما صعب عليا صعب على غيري. الأب من دول ريقه بينشف عقبال ما يربي ولاده ويكفيهم أكل وشرب. نيجي إحنا كمان نقول له دروس خصوصية والحصة بالشيء الفلاني، حرام. يا سلام على الضمير. لك حق يا سلوى في كل اللي قلتيه على الأستاذ. هي قالت لك حاجة عني؟ بصراحة بصراحة. أيوه. من ساعة ما شافتك امبارح وهي ما بطلتش شكر فيك. اسمع يا ولد. نعم. لو جبت لك شغلانة بمرتب 250 جنيه تسيب الحكومة وتتفرغ للشغلانة دي؟ 250 جنيه في السنة؟ لا، في الشهر طبعا، وهيزيدوا بعد كده. 250 جنيه في الشهر؟ أنا عايز كوبات مية. عايز كوبات مية. ولا بلاش ميه، انا عايز اروح الحمام. عايز اروح بتاع الحمرة دي بتعمل ايه؟ 250 جنيه، 250 جنيه في ده انا مش هسيب الحكومه، ده انا اسيب انا موافق، انا خدام الوظيفه الجديده من دلوقتي يا فندم. طب مش تفكر الاول؟ افكر ايه؟ دي عايزه تفكير. افكر ايه؟ ده انا عقبال ما اخرج من المعاش ما هي انت مش هتوصل لربع المبلغ ده. واطمن، الشغل مع سلوى ما فيهوش تعب خالص. يا ست نرجس، احنا رجاله جدعان قوي. اصحى بقى، احنا وصلنا الشركه.
التليفون. امسح الروج، امسح الروج. صباح الخير يا استاذ صلاح. ايه؟ صباح الخير. خلي عبده يجيب لي علبه اسبرين وشوب قهوه ساده بسرعه. حاضر يا استاذ صلاح. ربنا يستر، ده باين عليه مش فايت. مصانع مرسي للورنيش اللي في بورسعيد بتجهز حمله دعايه جديده، ولو اشتغلنا بجد هنقدر ناخد الحمله للوكاله هنا. الاستاذ مرسي هيوصل النهارده بعد الظهر من بورسعيد، عايزاكي تشوفيه نازل في انهي اوتيل وتاخديلي منه ميعاد لبكره الصبح بدري. عايز الحقه قبل ما اي مندوب شركه اعلانات تانية يصطاده. ايوه يا انسه ميسه، ده مش ممكن، مش هنلحق نجهز جنس حاجه من دلوقتي لغايه بكره الصبح. لازم نقدر وهنقدر. دي شويه افكار جات لي وانا جايه في السكه، عايزاكي تفرغيها وتكتبيها على المكنه، واطلبي من الارشيف الملف الخاص بشركه مرسي الورنيش، عايزه اعرف عنه كل حاجه. طريقه التغليف، طريقه التوزيع، حجم الانتاج، درجه تشبع السوق، حجم المبيعات، كل حاجه، كل حاجه. صباح الخير يا استاذ صلاح. في ايه جديد النهارده يا ريدي في النيله اللي احنا بنشتغل فيها دي؟ فيها الاستاذ مرسي. مرسي صاحب مصانع الورنيش اللي في بورسعيد. هيوصل الليله علشان يجهز حمله دعايه جديده للمصانع بتاعته. ولسه ما اتفقش مع اي وكاله. يعني المساله جاهزه للي يخطفها. وماله يا ريدي؟ نخطفها. قول لي بقى مرسي ده منين؟ هو اصلا من الشرقيه. من بلد جنبي بالبيس. انما مقيم دلوقتي في بورسعيد. الشرقيه مش شرقيه. طب اسمع يا ريدي، خلي الارشيف يجيب لي كل المعلومات عن مرسي ده ومصانعه. ها، عايز اعرف عنه كل حاجه، اصله، عيلته، مراته معاه ولا لا، بيشرب خمره ولا ما بيشربش، صنف السجاير اللي بيدخنها، شكل البنات اللي بتعجبه، كل حاجه يا ريدي، كل حاجه. لسه قدامهم كتير. والله علمي علمك. صحصحي شوية يا منى، مش كده؟ بعد ما تخلص الدراسة دي تكتب الإحصائيات على طول. دراسة السوق عايزاك تعملوها بمنتهى الدقة. إيه رأيك بقى في الروعة دي والكمال ده؟ مفيش كلام. الفكرة مش بطالة. ممكن تطورها شوية. الأرضية دي لونها إيه؟ دي بنفسجي. في بيت يعني في الدنيا لون ارضيه المطبخ بنفسجي؟ طبعا. بيتي انا اسمها، انا صورت الهبابه دي من كل زاويه ممكنه، وريني، وبكل اضاءه ممكنه، وبكل العدسات الممكنه، ورغم ده كله طلع زي الزفت. بالظبط. هي العلبه دي شكلها دمه تقيل، ما فيهوش اي نوع من الخيال، ما تكذبش الزبون. ما هو ده اللي مخفرني من الصبح. خلاص لطفي صمم لنا علبه جديده. انا لسه داخل على نص الليل. ياه، ده احنا على كده بقى هنقعد للصبح. الا اذا كنت انت ناوي توصلني يا لطفي. نعم يا اختي، عربيتي ما تستحملش. ابقي تعالي نامي عندي يا منى، لكن محدش هينزل من هنا الا لما نخلص شغلنا كله. وصدقوني يا اساتذه، الوكاله اللي هتقدم احسن علبه ورنيش للاستاذ مرسي هي اللي هتاخد حمله الدعايه كلها. معرفة قديمة اسمها زيزو روكا. روكا ده حلو قوي قوي. كمان كاسة مرسي بيه؟ نقطة واحدة لو تسمح. بالصدفة عازمها لولادي هي والفرقة. تحب تيجي معانا يا مرسي بيه ونكمل السهرة سوا؟ يا اجي مليش ليه؟ نكمل يا اجي بصحتك.
من كذا مرسي بيه؟ نقطة واحدة لو سمحت. اسمها روكا. اسمها روكا هي. اصلها من الشرقية. من الشرقية؟ ما انا اتعرفت عليها هناك. انا صحيح عايش طول عمري في مصر يا مرسي، لكن اساسا من الشرقية. حقيقي؟ من بلد جنبي بالبيس. الله، ده احنا على كده بردي. ايه ده؟ مش معقول يا مرسي بيه. الله، انا من الشرقية ومن بلد جنبي بالبيس. من جنبي بالبيس؟ في صحة الشرقية. في صحة الشرقية. أنا أصل جدي كان بيحارب الإنجليز. يلا، طب أنا جدي كمان كان بيحارب الإنجليز. أصل جدي كان مع أدهم الشرقاوي. هلا، وأنا جدي كان مع أدهم الشرقاوي. أصل جدي فضل مع أدهم لغاية الآخر، وماتوا هما الاثنين مع بعض. كان معاهم صاحبهم اسمه أبو المراسي. هلا، ما أبو المراسي ده يا ابن جدي. ده لقمة أنا مرسي حسنين أبو المراسي. مش معقول، جدك يبقى حسنين أبو المراسي؟ أيوة. مرسي بيه، إحنا بنعيش لحظة تاريخية. كمان كاس يا فندم؟ نقطة واحدة لو تسمع. أدهم الشرقاوي يا مرسي بيه، بصحة اللحظات التاريخية التي لن تعوض. يا انسه ميسه، يا سلام، ده انا حلمت حته دي الحلم، انما يجنن. قال ايه؟ انا على يخت في وسط البحر ومعايا مليونير جميل وصغير زي القمر. كان حلم حلو بشكل. كلنا ورقصنا، وبعد ما هيصنا جت اللحظه بقى اللي لازم الواحد فيها يا يهرب يا اما. وبعدين هرب طبعا، هرب وسابني لوحدي. عبال ما جيت اجري وراه وانده عليه، حضرتك صحتيني من النوم يا منى. هو انت مفيش حاجه في مخك غير الرجاله؟ وفي حاجه احلى من كده؟ المهم اننا فعلا نتيجه امبارح هايله. الاستاذ مرسي هيتجنن لما يشوف العلبه دي. ورنيش بيترش. لا مسح ولا دعك ولا توطيه ولا رجاله. يا منى، في حاجات تانيه اهم من الرجاله في الدنيا. بس دي كلها حاجات ما تستاهلش. اساليني انا، اكبر منك بيوم، يعرف عنك بسنة. طبعا اذنك بقى لما اروح للاستاذ مرسي اصطاد منه كام الف جنيه للوكالة. انسة مايسة، في حاجات كتير قوي صيدها ألذ من صيد الاعلانات. والله يا منى دي الحاجات اللي انا بفهم فيها كويس، صيد الاعلانات. مع ان انت ربنا مديكي شوية مؤهلات تنفع في صيد اي حاجة، لكن يا خسارة انت مضيعاها في الفاضي. لو كانت المؤهلات دي عندي انا يا
الحفلة بحقي وحقيقي. يا خسارة ما حضرتهاش. قدامي يا أختي قدامي. الدور الثالث من فضلك، جناح الأستاذ مرسي. لكن دي الحفلة قربت تخلص. حفلة؟ وكان في حفلة في جناح الأستاذ مرسي؟ هي دي كانت حفلة بعقل. بقول لك ايه؟ ايه؟ ما تيجي تكمل عندي في البيت. اشمعنى؟ شوف انا معايا ايه؟ جدك خيبة، شوف انا شايل ايه؟ فتحة الشرقية. يا حبيبي شاو بامبينا. اتفضل يا اخ، انت بتعرف النادي الاهلي. خد مسا مسا مس مس. اتفضل يا استاذ مرسي، انا عندي ميعاد مع حضرتك بخصوص الدعايه بتاعت المصنع بتاعك. دعايه؟ ايوه. خلاص خلاص. ايوه غدا بقى العبقري الفنان صلاح فؤاد. ابدع واحد الدنيا دي كلها. صلاح فؤاد بتاع وكاله اوسكار؟ لا، بتاع ادهم الشراوي. طب يا استاذ مرسي، خد فكره. ده انا مجهزه حمله دعايه، وبعدين عملت لك علبه جديده. شوف انا خلاص سافرت. نعم سافرت. انا دلوقتي راكب القطر رايح عالبلدي. بلدي يا بلدي يا استاذ مرسي. ممكن تفتح عينيك وتكلمني؟ افتح عيني وافتح ليه؟ ما صلاح وراني كل حاجه، خلاني اشوف كل حاجه. صلاح فؤاد ده وصمة عار بالنسبه لكل شركات الاعلام. ده بتجي يا انسه ميسه؟ لا، ومش ناوي اشوف خلقته. ده كارثه، فضيحه. اللي زيه لازم يتشرق. الله يحبهم عليا، دي مش اول مره ياخد مننا حمل الدعايه. خلاص مفيش غير اننا نقدم فيه شكوى في الغرفه التجاريه، ونكشف وسائله الغير شريفه في ممارسته للمهن، ونطالب بوقف. ما ينفعش يا ميسه. فكرك يعني مين اللي هيشهد ضده؟ استاذ مرسي ولا كام رئاسه اللي جايبهم معاه؟ ثم مفيش قانون في البلد يمنع ان واحد يعمل سهر للزبون. سهره؟ وهي دي كانت سهره؟ دي كانت اخر مسخره. تصور حضرتك، انا شفت البنت دي متشاله جوه صندوق كمانجا. تخيل بقى ايه اللي كان بيحصل تاني. استاذ حسن، حضرتك
موافق على الاساليب دي؟ لا ابدا، قصدي لا طبعا، مش معقول شركه محترمه للاعلان تقوم باساليب زي كده. لا لا لا، امال ازاي وكاله اوسكار للاعلان سامحه اللي اسمه صلاح ده ان هو يعمل الحاجات دي مع انها شركه محترمه وليها سمعتها؟ الكلام ده ايام عبد الظاهر بيه ما كان عايش، ولما مات وابنه علي مسكها. بس ما اظنش ان علي يكون عارف الحاجات اللي بتحصل دي بالظبط. يبقى ان الاول ان حد يقول له ويفتح له عينيه. ليس بايسة، انت جديده معانا في الوكاله، احنا تعودنا نعيش مع ناس زي صلاح فؤاد ده، اعتبريه زي الزكام. يا استاذ حسن، في طريقتين لعلاج الزكام، يا الواحد يحاربه يا اما يستسلم. انا بقى ناوي احاربه ومش هستسلم له. استناني هنا يا عبد العال. انت يا استاذ، انت يا اخ، انت بتكلمني انا؟ ممنوع الوقوف هنا، ده موقف تاكسيات. اولا انا مش اخ، انا علي بيه عبد الظاهر. ثانيا انا اقف مطرح ما انا عاوز. ان شاء الله تكون علي بيه الكبير. شيل عربيتك من هنا. انت ظاهر الذوق مش نافع معاك، وانت لازم لك قلمين علشان تتربى. انت قد الكلمه دي؟ طب والله العظيم ما موريك. طب وريني هتربيني ازاي لو كنت راجل. عبد العال، اتفضل رب الولد ده يا عبد العال. خلاص اقفوا زي ما انتوا عاوزين. الاول خلاص يا عبد العال. لا يا سعادة البيه، لا يا سعادة البيه، ده اللي مصحوش الا بعد الساعة 12. مالكش دعوة أنت. أنا علي بيه عبد الظاهر، رئيس مجلس إدارة الشركة اللي هو بيشتغل فيها. أنا اللي هصحيه بنفسي. لا يا سعادة البيه، لا يا سعادة يا أستاذ. الأساليب المشينة اللي بتستخدمها في الشركة مما يسيء إلى مدير شركة أوسكار للدعاية. أنا والدي الله يرحمه ما كانش ممكن يسمح أبدا بحدوث مثل هذه الأشياء. بعد ما أنا بقيت رئيس مجلس إدارة الشركة لا يمكن أسمح أيضا بحدوث مثل هذه الأشياء. ولذلك فأنا أطلب منك تفسير فوري وحالي. دافع عن نفسك يا أستاذ. أقول لك دافع عن نفسك يا أستاذ، اتكلم. ليه كده يا صلاح؟ انت عارف العصاية دي بالنسبة لي تبقى ايه؟ دي تبقى شخصيتي. انت كسرتها. خلاص يا علي، ما تعيطش، هجيب لك واحدة تانية. إيه بقى الحكاية؟ أبداً ده جاتني شكوى من عيلة بنيلة. شكوى إيه؟ من عيلة بنيلة عنك وعن اللي بتعمله باسم الشركة، من واحدة اسمها ميسة توفيق. مين؟ ميسة توفيق، مندوبة جديدة للدعاية بوكالة حسن وحسني وحسنين. قالت إن أنت
سرقت منها حملة دعاية ورنيش مرسي بطرق غير شريفة، وإنك خدت الراجل سكرته وضحكت عليه بشوية باختصار يعني مضيته على حملة دعايته معانا وهو مش جريان بيعمل إيه؟ مرسي ده اشتكى لك؟ مرسي أنا ما أعرفش مرسي ده هي اللي بتقول. إذا خلاص ماليش دعوة أنت، أنا هبقى أتصرف. ماليش دعوة؟ ماليش دعوة إزاي؟ انت عارف الاليسه ميسه هددت بايه لو ما رفدتكش من الشركه؟ الاليسه ميسه هددت بانها هتقدم بلاغ للغرفه التجاريه تتهم شركتنا فيه بانها بتتبع اساليب ملتويه وغير شريفه علشان تاخد الدعايات. واكتر من كده، اكتر من كده يا استاذ، دي بتقول انها هتخلي الغرفه التجاريه تسحب السجل التجاري بتاعنا. حاضر، مجرد ان انا اسيب الشركة كام يوم علشان اريح اعصابي ارجع عليها خلاص بتغرق وحضرتك في سابع نومة ولا على بالك يا استاذ. المصايب حواليا من كل جانب، مصايب في كل مكان تحيط بيا، وانت في وسط كل ده انت فين؟ انا مش لاقيك. لكن لا، أنا بصفتي رئيس مجلس الإدارة والمسؤول الأول والأخير لشركة أوسكار للدعاية أنا أحتاج. علي، ممكن تسكت شوية وتسمعني؟ أنا سهران طول الليل عشان خاطر شركة أوسكار للدعاية بتاعتك دي، وجايب لك عقد للشركة بحوالي 25,000 جنيه عشان خاطر شركة أوسكار للدعاية بتاعتك دي. اما حكايه انك انت سبت الشركه كام يوم عشان تريح اعصابك، فانت بقالك حوالي 3 اشهر ما عتبتش الشركه خالص يا علي، ودي احسن حاجه عملتها في حياتك عشان خاطر شركه اوسكار للدعايه بتاعتك. والله بقى انا ليا اسبابي اللي خلتني ابعد عن الشركه الكام شهر دول. وجودي بيأثر على نفسيه الموظفين، بتجيلهم حاله اكتئاب لما بيشوفوني، عشان كده قلت احسن اني ما اوريهمش وشي خالص. مش كده احسن برضه يا صلاح؟ علي، ممكن تروح البيت وتريح اعصابك وتسيبني انا اشتغل. انت ما انتش مقدر موقفي يا صلاح، ما انتش مقدر مأساة حياتي. مأساتي يا صلاح اني انا اتولدت غني. تقصدك اللي غني؟ ايوه، وارجوك ما تتريقش، الاغنياء دول غلابة جدا يا صلاح، ده حتى ربنا قال طوبى للفقراء ما قالش طوبى للاغنياء، حتى ربنا ما بيحبناش. انت بتعمل ايه؟ مالو وكاله حسن وحسني وحسنين؟ الانسه ميسه ايه؟ ميسه توفيق. الانسه توفيق لو سمحت، ميسه توفيق. ايوه، قولي لها صلاح فؤاد. او كده اعتذر لها، ها؟ قول لها ان اللي حصل ده كان غصب عننا، ووعدها انه مش هيتكرر تاني، وانه كان مجرد سوء تفاهم. ايوه الانسه ميسه، من فضلك حضرتك كنت اتكلمتي مع الاستاذ علي عبد الظاهر في مواضيع كده، ممكن اطلب من سياده الخدمه لو سمحتي. لو سمحتي بعد كده ما تبقيش تحشري مناخيرك اللي قطعا عامله زي زلومه الفيل في الشغل. لا يا صلاح لا. ومن فضلك عايز اطلب منك حاجه تانية، مالك انت ومال الاعلانات والدعايه؟ ها، انت تشتغلي ممرضه بلانه مرضعه؟ اشتغل مرضعة، مرضعة تبقى كويسة قوي فيه، مالكيش دعوة بالدعاية خالص. انت فاكر حضرتك انك بتشتغل في الدعاية؟ انا لولا ان انا ست ومحترمة كنت قلت لك شغلانتك دي اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ اسمح لي اقولها لك بطريقة تانية، انا ما بستخدمش وسائل الاثارة الجنسية للحصول على حمل الدعاية زي ما حضرتك بتعمل. ايه ده والله؟ امال بتستخدميها امتى؟ ما بستخدمهاش خالص. طب ممكن تبقي تعزلي جوزك لو سمحتي؟ لعلمك يا استاذ انا مش متجوزه. اها، دلوقتي بقى كل شيء بقى واضح. ايه هو الواضح؟ اصل طبعا مفيش راجل هيتجوز راجل زيه. انا فعلا كنت اتمنى ان انا اكون راجل دلوقتي عشان اعرف ازاي اوقفك عند حدك. وساعتها بقى اسمك ميس توفيق. في كباريه اسمه بوني كلاب، في واحدة هناك بترقص اسمها زيزي روك،
عايزاكي تجيبي لي عنوانها وتليفونها من تحت الارض. طيب يا صلاح. عارف يا علي، مشكلتك انك مش قادر تخلص من ظل والدك الله يرحمه. ده انت كمان خايف تبيع عربيته القديمه. اصلك انت ما تعرفش هو كان بيعمل فيا ايه؟ ما تعرفش انا اتربيت ازاي؟ ده انا المره الوحيده اللي انا رديت عليه فيها قلع اللي في رجلي وفيني وجعك، والمصيبه اني ما كنتش موجود لوحدي، ده كان في بنت زي القمر واقفه وشايفه كل ده. طب وماله علي؟ ما كلنا اتضربنا من ابهاتنا واحنا صغيرين. ايوه ده وانتوا صغيرين، انما انا كان سني وقتها 23 سنه، واللي كانت واقفه دي كانت بقى خطيبتي. الو، اهلا يا روح قلبي. روح قلبك مين يا كذاب يا غشاش يا منافق؟ انا لا استاهل ضرب الجزمه اني صدقتك انك هتعمل لي اعلانات التلفزيون وتعمل مني نجمه في السيما، مش كده يا استاذ؟ الله 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 الله، اهدي طيب يا حبيبتي، فهميني ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل تاني؟ ايه يا علي؟ ايه يا علي؟ استنى انت ما نشوف ايه اللي بيحصل. ايوه زيزي، في ايه يا حبيبتي؟ انت مش كنت موعدني ان اعمل اعلان وورنيش مرسي؟ وبعد ما ارقص له طول الليل تديني انا بومبا؟ وتروح تجيب البت بتاعتك المسلوعه دي تعمل اعلانات مطرحي؟ حقيقي الانسه ميسه معاها حق في كل اللي قالته عنك. ميسه توفيق، ميسه توفيق نبقى غرقنا. وانت تعرفيها منين يا زيزي؟ انا ما اعرفهاش، ده هي اللي طلبتني في التليفون كتر خيرها وفتحت عيني على حاجات كتير قوي. وبكره راح الاوضه التجاريه بتاعتكوا دي وهقول على كل حاجه. طيب ما تتحركيش، انا جاي لك حالا. باي باي روح قلبي. ايه في ايه يا صلاح؟ ايه اللي حصل؟ غرقنا ولا لسه؟ ما تخافش علي، انا هتصرف. لا لا لا، تتصرف ايه؟ لازم تقولي على كل حاجه، انا بصفتي رئيس مجلس الاداره لازم اعرف كل حاجه. في مشاكل؟ في مشاكل علي، في مشاكل. طب ليه بتقولي ان في مشاكل؟ ليه يا صلاح تقولي ان في مشاكل؟ صلاح يا ابن فايد امشي اطلع بره. معقول اطلع بره ازاي؟ ايه اللي حصل؟ انا مش هتكلم الا قدام اللجنه. لجنه؟ لجنه ايه؟ لجنه ايه؟ لجنه ايه يا قشطه بالعسل؟ انا ولا قشطه ولا عسل، يا ميه من تحت تبني. بقى لها تضحك عليا وتقول على اعلانات عمرها ما حصلت؟ ده انا كنت حته دي مغفله لولا الانسه ميسه الله يسترها فتحت عليا على حقيقتك. بس انا مش هسكت لك، انا هفضحك وهقول على كل حاجه. خلاص خلاص يا زيزي، روحي قولي لهم، روحي قولي لهم ان انا رفضت اطلعك في اعلان ورنيش مرسي عشان كانوا عايزين يطلعوك بفستان قديم مقطع اداروا بيه جمالك. روحي قولي لهم، قولي لهم ان انا بقالي سنتين رافض اطلعك في اعلانات اي كلام لغايه ما اخيرا لقيت الاعلان اللي هيوصلك لابواب المجد والشهره ويخلق منك نجمه ما حصلتش. اعلان ايه؟ اعلان ايه؟ اعلان ايه؟ اه اعلان ايه؟ اعلان ايه؟ اعلان 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 ما حصلش قبل كده ومش هيحصل بعد كده. صلاح من فضلك اعلان ايه يا حبيبي؟ صلاح اعلان ايه؟ الفنكوش. انا كنت هخلق منك فتاه الفنكوش. ايه الفنكوش ده؟ الفنكوش؟ اه فنكوش الفنكوش. فنكوش فنكوش ده هو اللي كان هيجيب لك الشهره والمجد والفلوس. فنكوش ده كان هيبقى مفتاحك للسينما وللتلفزيون والاذاعه. لكن للاسف انت ضيعت كل حاجه. حطمت كل اللي انا عملته علشانك يا زيزي. باي باي. صلاح ما تسيبنيش يا صلاح. روح قلبي، انت اللي سبتيني. انت اللي طعنتيني في ظهري. معلش اللي اقول عليك كلمه وحشه يا صلاح. على كل حال خلاص. انا لازم امشي دلوقتي حالا. لازم اصور الاعلان ده الساعه 1 الظهر. انا مضطر اشوف حد تاني غيرك. صلاح انا اللي هعمل الاعلان ده. للأسف الفرصة راحت يا زيزي. صلاح ده انا حتة القشطة اللي بالعسل بتاعتك هعمل كل اللي انت عايزه، بس سيبني اصور اعلان ال هو اسمه ايه؟ الفنكوش. اه هو ده. توعديني انك مش هتتصرفي غلط؟ اوعدك وحياتك عندي اوعدك. خلاص امري لله، هستناك في الاستوديو الساعة 1 النهاردة. يا حبيبي يا صلاح. الفنكوش، يطلع ايه الفنكوش ده؟ مش فاهم. فنكوش واحد اكس اول مره. اكشن.
ما تسألونيش وما تسألوش، روحوا اسألوا عن الفنكوش. بام بارارارم بام بام كات. برافو الفنكوش اللي بعده على رفع. مدام زيزي الناس اللي بعده اتفضل. يا خيري كاميرا هناك وفضلك. كاميرا هناك، لا كاميرا هناك اتفضل. ايوه لف المدفع كده. ايوه كده. سلكيت كاميرا. فنكوش اتنين اول مرة. اكشن. هلا حوش خلي بالك من فنكوش. تن ترارارم بام بام كات. هيل اللي بعده. كاميرا هنا. فكيت كاميرا اكشن. فنكوش ثلاثة اول مرة. ادي العقد وادي البروش، ما بقاش ناقص الا الفنكوش. فنكوش اربعة اول مرة. انا ولا محتاجة مكياج ولا محتاجة رموش، مدام حبيبي جاب لي الفنكوش. كات. هايل اللي بعده. عايزين نروح يا جماعة. لا تقول لي ساده ولا منقوش، مفيش احلى من الفنكوش. تن ترارارا تم تم كات. طفي لان كل حاجه. بقول لك ايه يا صلاح، على فكره يا كلام بعد هنا في اي يوم تاني. لا 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 ده كده كويس قوي. خلاص يا روح قلبي ممكن تلبسي. تحب ابدا لك الشغل ده على طول؟ لا 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 اركنه عرفه. اركنه على ايه؟ عرفه. هلا انا كنت متصرف على الشغل ده. انا هبقى اتصل بيك بعدين. هايل يا روح قلبي هايل. برافو برافو برافو. حقيقي كنت تجنني. حقيقي فكره هيعجب الناس. ده انت هتكسري الدنيا صدقيني. هينزل امتى الاعلان ده يا صلاح؟ هو الحقيقه انا اصلي لسه ما اتفقتش على الاعلان ده. انما انا متاكد ان صاحب الاعلان لما هيشوفك العمليه هتبقى في التمام قوي قوي قوي. دلوقتي بقى انا عايزك تغيري هدومك عشان تلحقي اجتماع اللجنه. ها انا غيرت رايي مش هروح اشهددك يا صلاح. ومين قال انك انت هتشهدي ضدي؟ خدي انا عايزك تحفظي الكلمتين اللي هنا كويس. خد بالك وعايزك تحطي ده كمان حواليه رقبتك. انا لازم اروح. لازم عشان نوبة حد للبتاع اللي اسمها ميسة توفيق دي. اما تيجي معايا. لا معلش خلينا انا بعيد احسن. خايف اغلط في الكلام. لا 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 انت بس احفظي دول كويس. بصي المهم قوي انك انت تحفظي دول كويس وكل شيء هيبقى تمام. ايه دي؟ الحقيقة. الحقيقة والشرف فوق كل شيء. الحقيقة والشرف فوق كل شيء. انت متأكدة ان ده هو مبدأ استاذ صلاح؟ طبعا دي فلسفته في الحياة يا فندم. دايما هو بيوصلني للبيت يقول يا زيزي الحقيقة والشرف فوق كل شيء. ده كلام فارغ. لا ده كلام الاستاذ صلاح. ارجوكي يا نسمة ميسا ارجوكي، ممكن ما تقطعيش شهادة الاثبات اللي انت طلبتيها بنفسك؟ يا فندم واضح ان الشاهد حافظه كلامه وبتردده وان صلاح هو صح ولا لا يا زيدي؟ صلاح اشتراكي بكام؟ ادالك ايه؟ ارجوكي يا نسمة ميسا ارجوكي. فعلا يا سيادة الريس صلاح اداني حاجة. شفتم؟ اداك ايه؟ اداني دي. هايل. دي دلاية خطة جبالي صلاح في عيد ميلادي. حلوة أوي. تحب حضرتك تشوف؟ يا ريت. اسمح لي. اتفضل. يا سلام. تحب انت كمان تشوف؟ تحب تشوف يا أنسة ميسة؟ لا متشكرة. أنا كان نفسي إن الأنسة زيزي بدل ما تقعد تفرجنا على هدايا الأستاذ صلاح تحكي لنا عن الحفلة اللي كان عاملها من كام يوم. آه قصدك الحفلة الخيرية اللي كان عاملها الأستاذ صلاح. حفلات خيرية ولا حفلات سكر ومسخرة؟ أرجوكي يا أنسة ميسة أرجوكي، ده اتهام خطير بتوجيه لإنسان مش موجود معانا عشان يدافع عن نفسه. فعلا دي فعلا نقطة مهمة يا سيادة الريس. ليه الأستاذ صلاح مش معانا النهاردة؟ عشان مشغول. أنت عارفة الأستاذ صلاح فين دلوقتي؟ طبعا يا فندم في الهلال الأحمر بيتبرع بدمه. مش هيقبلوه، هيلاقوه زفر. أرجوك يا نسا ميسا أرجوك. واشمعنى النهاردة بالذات اللي الأستاذ صلاح راح يتبرع بدمه؟ عشان ما كانش لوحده، كان مع فريق الكشافة بتاعه. فريق الكشافة؟ أيوة فندم. ياه هو الأستاذ صلاح عضو فريق الكشافة؟
وفي جمعية تحسين الصحة والمحافظة على البيئة كمان. كمان؟ عندك حاجة تانية عاوزة توديها أنسة ميسة بعد ما أثبتت شهادة الإثبات اللي أنت جايباها إن الأستاذ صلاح فؤاد فوق مستوى الشبهات؟ كانت تمثيلية هايلة اللي عملتيها جوه دي. أوعي أنت تزعلي مني والنبي ما تزعليش. بالعكس ده أنا معجبة أوي بمواهب مسلم. أنت حقك تشتغلي في السينما. هيحصل أول ما تنزل إعلانات الفنجوش. الإيه؟ فنجوش دي حاجة جديدة صلاح بيحاول يتفق عليها. يحاول؟ وأول ما هيتفق هيعملي إعلانات تقلب مصر كلها. بقى كده. سامحيني ما تزعليش مني، دي فرصة العمر اللي طول عمري استناها. أمال إيه؟ فعلا هي فرصة العمر. عن إذنك مع السلامة منى. أيوه سيبي كل حاجة واتصلي برؤساء الأقسام، في اجتماع حالا لتجهيز حملة دعاية الفنكوش. كركوش؟ كركوش ده إيه؟ فنكوش أف أن كوش. معرفوش. دي حاجة جديدة عايزاكي تعرفي لي هي إيه بالظبط. صلاح فؤاد بيحاول ياخد حملة الدعاية الوكالة عنده، لكن إحنا لازم ناخدها بالذوق بالعافية هناخدها. بس أنت متأكدة إنك قده؟ ده ضرباته كلها تحت الحزام. يبقى احنا كمان هنضرب تحت الحزام. دي حرب يا منى، حرب. ساعات الانسان بيضطر انه يستخدم سلاح عدوه عشان ينتصر عليها. يعني معناها بقى ان في حفلات وخمره وشرب و... صح. اسمحي لي بقى اكون اول متطوعه للقتال في الصفوف الاماميه. انا متشكره يا منى، انا مقدره موقفك ده. المهم راجل هو اللي يقدر. برافو يا سيزي. لا برافو قوي قوي قوي، انت هايله. انت اللي هايل يا صلاح. اخبار الفنكوش ايه؟ اعلاناته هتنزل امتى؟ قريب ان شاء الله قريب، بس انت اصلك اللي يعني لازم تعرفي الحاجات دي بتاخد وقت، بيبقى فيه لجان وقرارات واجتماعات وحاجات زي كده. انا عايزك تطمني خالص، تاكدي يا زيزي ان مستقبلك في ايدي امينه. انا ومستقبلي وكل بين ايديك يا صلوح. باي باي. خلاص علي كله بقى تمام. يعني خلاص مفيش مشاكل؟ مفيش مشاكل علي. هاي كده نبقى قدرنا نوقف اللي اسمها ميسة توفيق دي عند حدها. مظبوط علي. تعالى يا صلاح بقى، بعد المجهود العظيم اللي انا بذلته في سبيل انقاذ الشركه اللي احنا بذلناها احنا الاثنين، يعني من حقنا بقى صلاح، من حقنا اننا ناخد اجازه اسبوع اسبوعين ونروح بقى نقضيهم في اي مكان بعيد، في الغردقه، في العين السخنه، شرم الشيخ، اي مكان بعيد عن المدنيه وعن الحضاره، حته لا فيها لا راديو ولا تلفزيون ولا اي حاجه من دي. يلا يلا يا صلاح وضب شنطتك ويلا بينا. تعبت انت من الشغل يعني؟ قوي 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 يا صلاح. يلا يا صلاح يلا يلا، عايز اتفسح. طب كده على طول يا علي. اتس ذا تايم. طبعا. طيب هوصل المكتب بس اطمن ان كل حاجه تمام وارجع لك تاني. هي ايه ده؟ مكتب ايه؟ مكتب ايه؟ خليك انت حضر شنطتك وانا هوصل المكتب بنفسي اطمن على ان كل حاجه ماشيه تمام. انت علي؟ انت ناسي يا صلاح ان انا رئيس مجلس اداره الشركه والمسؤول الاول والاخير عن الشركه؟ ها؟ يلا يلا حضر شنطتك انت وانا هفوت عليك بعد ساعه واحده بالظبط اخدك، اوكي؟ انا رايح المكتب. باظت الشركه. لا مؤاخذه يا علي بيه، انا افتكرتك الاستاذ صلاح. لحظه واحده قريبي، تعالى. اي حاجه ممكن اقدر اعملها؟ لا ابدا يا فندم، بس انا كنت عاوز اخد راي الاستاذ صلاح في مساله كده، وحضرتك اصلك يعني يا هريدي يا هريدي، حضرتي يبقى رئيس مجلس اداره الشركه دي، والراي اللي لازم يتاخد لازم يكون رايي انا. ايوه يا فندم، بس المساله بسيطه مش مستاهله. انا اللي احدد، انا اللي احدد ايه اللي يستاهل وايه اللي ما يستاهلش. ايه الحكايه؟ الحكايه يا فندم ان الاستاذ عزيز تركي اتصل بيا بيسال هيعمل ايه في اعلانات الفنكوش اللي اتصورت امبارح. يا هريدي يا هريدي، احنا المفروض بنعمل ايه بالاعلانات اللي بنصورها مش بنعرضها؟ ايوه يا فندم، بس الاستاذ صلاح ما جابليش سيره خالص عن اعلانات الفنكوش دي. يبقى اكيد نسي. الحمد لله الحمد لله اني انا موجود علشان افتيك بالراي في الموضوع الهام ده. هو حضرتك عندك فكره عن اعلانات الفنكوش دي؟ فنكوش؟ طبعا. انت فكرك الاستاذ صلاح ده ممكن يعمل اي حاجه من غير ما ياخد رايي؟ يا هريدي
صلاح من غيري ما يقدرش يعمل حاجة خالص. هو عادة يا فندم الأستاذ صلاح بيبدأ بالتلفزيون، بيغرق الدنيا إعلانات تلفزيون، وطبعا عشان يحقق المسائل. انسى الأستاذ صلاح خالص، الحملة دي هتتم بطريقتي أنا، بطريقتي الخاصة. اكتب عنك. أيوة فندم. من الأحسن إننا نبتدي بإعلانات التلفزيون، نغرق الدنيا إعلانات تلفزيون علشان نحرك المسائل شوية. خلاص يا فندم، أنا هتصل بالتلفزيون حالا دلوقتي. عفارم عليك، عايزك تختار أحسن الأوقات. إعلانات الفنكوش لازم تطص الناس صبح وظهر وليل وحتى بعد ما يناموا، لازم مصر كلها تعرف إن فنكوش وصل. حالا يا فندم حالا. مش عارف الشركة دي من غيري أنا كانت هتمشي. فنكوش ده يطلع ايه؟ 425 جنيه تحريات. تحريات عن ايه يا انسه ميسر؟ عن صلاح فؤاد وعن الشركه اللي بتنتج الفنكوش. يبقى عرفتي مكان صلاح؟ لا. يبقى قطعا عرفتي مكان الشركه؟ لا. يبقى عرفتي الفنكوش ده بالمية المية يطلع ايه؟ لا. امال غرمت الوكاله 425 جنيه على ايه؟ انسه ميسر، يا انسه ميسر، أنا سبق وقلت لك قبل كده 100 مرة مالكيش دعوة بحكاية صلاح فؤاد ده خالص. لكن يا أستاذ حسن، زيزي روكا أكدت لي إن صلاح فؤاد لسه ما اتفقش على حملة دعاية الفنكوش، وإنها أكبر حملة دعاية بتاريخ الإعلانات كلها. وفي نفس اليوم صلاح فؤاد اختفى. ده بقى معناه إن في أكيد حاجة غلط حصلت. أمال الإعلانات اللي مالية التلفزيون دي النهاردة تبقى إيه؟ ما هو ده بيأكد كلامي أكتر وأكتر. جايز صلاح فؤاد يكون بيحاول يجر رجل الشركة عشان تتفق معاه، وجايز تكون الشركة عايزة تعرف هو يقدر يعمل ايه قبل ما تمضي معاه العقد. لكن اللي اكيد بقى ان الحكاية بظبطت منه خالص، لدرجة ان مفيش حد عارف ايه هو الفنكوش ده ولا بيستخدم في ايه، وعشان كده بقى طفش. هنا بقى فرصتنا عشان نخش بكل تقلنا وناخد منه حملة الدعاية للوكالة عندنا. خلاص يا نسا ميسا، انا همشي معاكي للاخر، بس عارفه لو الحكايه دي ما رفعتش لازم تعملي ايه؟ عارفه يا استاذ حسن. تعملي ايه؟ هدور على وظيفه تانية. يا سلام يا سلام على الحياه الهاديه الجميله. اهو كده لازم الانسان يرجع للبدائيه علشان ينسى كل مشاكله وعلشان ينسى الدنيا كلها، مش كده ولا ايه يا صلاح؟ صح يا علي، بس احنا هنا طولنا قوي، بتهيألي اسبوعين كفايه قوي بعيد عن المكتب. ما تخافش، قلت لك ما تخافش على المكتب، انا رحت المكتب ووضبت كل حاجه. ده لولايا يا صلاح، لولايا كان هيحصل بلاوي. بلاوي؟ انت بتتكلم عن ايه يا علي؟ ما تخافش يا صلاح، انا مش هقول لحد ان انت نسيت. جل من لواسه يا اخي. ايه هو اللي انا نسيته؟ يعني نسيت تدي اوامرك بخصوص اعلانات الفنكوش، ولولا حسن ادارتي وان انا ما بتفوتنيش لا كبيره ولا صغيره كان زمان اعلانات الفنكوش محبوسه في العلب بدل ما هي مغرقه الدنيا. اعلانات الفنكوش مغرقه الدنيا؟ طبعا، والبركه فيا انا. طب تسمح يا علي بمنتهى الهدوء ومن غير ما تنزعج تقوم تلم معايا كل الحاجات دي؟ ليه؟ لازم نرجع مصر حالا يا علي. ليه يا صلاح؟ من غير ليه. لا بقى، لا، انا كرئيس مجلس اداره الشركه لازم اعرف كل حاجه. انا لازم اعرف ايه اللي حصل. هو ايه اللي حصل؟ اللي حصل يا علي ان مفيش حاجه اسمها فنكوش. ايه؟ مفيش حاجه اسمها فنكوش؟ مفيش حاجه اسمها فنكوش يا علي. اذا كنت انت اللي صورت الاعلانات بنفسك. انا عملت كده اي كلام يا علي علشان اسكي زيزي روكا. علشان تسكي زيزي روكا؟ ايوه يا علي. يعني مفيش حاجة اسمها فنكوش؟ مفيش حاجة اسمها فنكوش يا علي. عبد العال، للي معانا يا عبد العال، لازم نرجع مصر حالا يا عبد العال. مين دول؟ ده علي بيه والأستاذ صلاح. بتقولي مين؟ علي بيه والأستاذ صلاح. افتكرتك بتقولي علي بيه والأستاذ صلاح. ده اللي بتسيبها؟
مصيبة يا مصيبة هذه المصيبة. شايف يا صلاح؟ شايف المصايب؟ تلغرافات وجوابات من مليون حتة ومن مليون محل غير التليفونات اللي ما بتولش. كلهم عايزين الفنكوش يا صلاح. كلهم عايزين الفنكوش. بعنا حاجة ملهاش وجود يا صلاح. بعنا حاجة ملهاش وجود. شركة أوسكار للدعاية تخرب بيتها. المركب غرقت يا صلاح. اهدى علي اهدى وسيبنا فضل. اهدى ازاي؟ اهدى ازاي يا صلاح؟ والدي هيقتلني. ابوك الله يرحمه مات يا علي. لا برضه هيقتلني. انت ما تعرفوش يا صلاح ما تعرفوش. اعمل ايه؟ انا لازم انتحر. انت هتفضل قاعد كده؟ طب ما تعمل حاجه. هريدي ايوه يا استاذ تعالى لي دقيقة واحدة. حاضر. صح هو صح مظبوط يا صلاح. هريدي هو المسؤول عن كل حاجة. هنقول انه عمل كل حاجة وان احنا ما عندناش أي فكرة. صح يا صلاح. أنا هقف معاك يا صلاح ضد هريدي. هنبقى احنا الاثنين ضد هريدي. مين يعرف هيصدقه وهيكذبنا احنا؟ أيوه يا أستاذ صلاح. هريدي حبيبي تعالى شوف الأستاذ صلاح عايز إيه منك. أيوه يا أستاذ صلاح. عايزك تتصل بالاستوديو قول لي عزيز الترك اللي احنا عايزين نصور 20 اعلان جديد للفنكوش ما بين النهارده وبكره. اعلان تاني؟ استنى بسرعه يا هريدي يلا بسرعه. انت جننت. انت اكيد جننت. انت ناسي ان مفيش حاجه اسمها فنكوش؟ يبقى نخلق الفنكوش يا علي. ايه؟ شوف يا علي الجوابات دي فيها طلبات بحوالي اكتر من نص مليون جنيه كلهم طالبين الفنكوش. يبقى العدل بيقول ان احنا لازم نديهم الفنكوش يا علي. مش فاهم. اي شركه كبيره لازم تمتيز فرصه زي دي انها تعمل سلعه يبقى عليها طلبات وتحقق منها ربح قبل ما تنتجها اساسا. المهم نقول لهم الفنكوش ده يطلع ايه. طيب الفنكوش ده يطلع ايه؟ يطلع زي ما يطلع. المهم يبقى اسمه فنكوش. ايوه بس احنا هنجيبه من فين يعني؟ نختاره يا علي. فكرك نقدر؟ قولي لا. كده غلط كده غلط. لا غلط كده يا صلاح. انت كده بتفكر بتفكر بالشقلوب كده. لان انت كده اكنك بتحط العربيه قدام الحصان. عاده الواحد بيعمل السلعه وبعدين بيعمل لها الدعايه مش بالعكس. انت بقى علي ما شاء الله اخترعت اسلوب جديد في الدعايه. حقيقي؟ طبعا طبعا يا علي. وده احسن دليل على قوه وتاثير الدعايه. انك تقدر تبيع سلعه اساسا ما لهاش وجود النهارده هيبقى ليها وجود لمجرد نجاحك في حملتك الدعائيه ليها ايام ما كانش ليها وجود. فاهم؟ لا ومش عايز افهم بقى. خلاص يا علي خلاص اللي حصل حصل. هنعمل ايه؟ واللي هتخرب بيتنا وبيت الشركه ونروح في داهيه كلنا والمركب تغرق. والمركب تغرق واحنا معاها. طب والعمل؟ سيبنا نتصرف. ايوه يا استاذ صلاح. عايز 5000 جنيه من الخزنه كل 1000 لوحديهم. اسمع عايز كمان عنوان الدكتور عبد الجواد ايوب. حاضر. ايه الدكتور ايوب هو ده الوحيد يا علي اللي يقدر يخترع لنا الفنكوش. ايوه بس ده انسان مدرك.